الله يوليها برحمه الله. اول حاجه كنقدموا التعازي ديالنا للعائله الفنيه ديالها والعائله الشخصيه ديالها، كنقدموا التعازي ديالنا لجميع المغاربه لان محبوبه الجماهير الله يرحمها ويوليها برحمه الله. فاحنا جميع كنحبوا خديجه اسد، شكون فينا شي مغربي ما كيحبش خديجه اسد او الزوج ديالها الله يرحمه حتى هو يعني سعد الله عزيز. خديجه اسد احنا كبرنا معاها، الطفوله ديالنا دوزناها معاها، عقلنا عليها من صغرنا، احنا كنتبعوها كهي كثنائي، ديما كانت مرافقه الزوج ديالها الله يرحمه حتى هو ويوسع عليه، مشاهدينها كثنائي دائم في جميع السلسلات، كتلقى مع بعضياتهم من الافلام مع بعضياتهم. احنا من عشاق خديجه اسد، كنعقلوا عليها كما قلنا من سلسلة ديال لالا فاطمة، هو ما لا يعرف الشخص سلسلة لالا فاطمة. محبوبة الجماهير تلقينا، كان خبر صدمة صراحة، أنا وفاء خبر الوفاة ديالها كان البارح خبر صدمة، يعني كأي شخص أنا شادة التليفون ديالي متابعة السوشيال ميديا، وإذا بي كنت تفاجأ بالفنانين مع 11 اللي كينشروا خبر الوفاة ديالها، فصراحة كان خبر صدمة. وكنقول سبحان الله، يعني ان الحب ملي كيكون شي حب صادق ما مولاه ما كيقدرش يعيش بلا الطرف الثاني. فخديجه اسد كانت كما كنقولوا بحال شي فريخيه وراجلها، فالفريخات عندنا حنا معروفه ان الفريخات الا مات واحد الثاني ما كيقدرش واحد المده قصيره وكيلحق عليه. فخديجه اسد النص ديالها فقداته السنه تقريبا سنه ونص او سنتين، فما قدرتش تقاوم، انهك الجسد انهك السرطان جسدها والتحقت بالزوج ديالها. ربما هي التحاق بالزوج ديالها كان سعاده بالنسبه لها، ربما هي كانت كتنتظر هذه اللحظه، لان احنا كنشوفوا خديجه اسد هي ربما بقات معنا هذه العامين هذه بالجسد ديالها، ولكن الروح ديالها راه كانت ميته. لان خديجه اسد واخا كنا كنشوفوها في جات في البرامج ومثلات في سيتكوم، وانما ديما ديك الابتسامه ديالها كان فيها واحد النوع من الحزن. ديما كتلقى خديجه اسد النظرات ديالها واخا كتحاول تضحك معاك ولكن نظراتها ديما حزينه، ديما شي حاجه في قلبها مقبوطه، ما كانتش ديك خديجه اسد اللي كنعرفوها. وحتى الفراق اثر عليها بزاف، لان كنشوفوا خديجه اسد ملي كانت مع الزوج ديالها الشكل ومني تفارقت عليه الشكل، فلبت نداء لربها والتحقت بالاعلى والتحقت بالزوج ديالها، الله يسكنهم جوج في الفسيح جناتيه ويغفر لهم ويغفر لنا ويغفر جميع المسلمين الاموات واللاحقين من بعدهم، والله يوليها برحمه الله. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.